من الدوحة موفد العربية ليث بزاري الذي يتابع كل هذه المباريات والأجواء. ليث أهلا وسهلا بك، كيف هي الأجواء من عندك وأبرز التوقعات لمباريات الليلة؟ لنبدأ بمباراة البرازيل سويسرا. نعم، البرازيل سويسرا اليوم وبعد أقل من ساعة ونصف الساعة من الآن طالب، وكما نشاهد طبعا هناك الحشود، الجماهير العربية الأرجنتينية البرازيلية وغيرها، طبعا المباراة والتونسية طبعا، بس المباراة رح تكون في استاديوم 974 أو 974 هنا في قطر. بعد ساعة ونصف الساعة من الآن بين البرازيل وسويسرا. عندنا ماريو قدم هنا الى الدوحه لمتابعه المباريات منذ يومين. How do you support Brazil? What you do for Brazil? We like to go to do party and to support so much our team. سالته كيف بشجع فريق بلده، فريق البرازيل او منتخب البرازيل، فقال لي نقوم بالعمل بالقيام باحتفالات وتضامن وتشجيع للفريق البرازيلي هنا، والكثير منهم يعني في كثير لاحظت القمصان الصفر طالب في هذه المنطقه، وهم طبعا برازيليون لا يستطيعون او لم يشتروا تذاكر لحضور المباراه، ويفضلون دائما ان يكونوا تفضل قرب بحبوا يكونوا يتابعوا الاحتفالات التي تقام ما بعد المباراة. طبعا عندنا برضو فريق تونس صرهم كثير واقفين معنا وبيستنوا. شو برايك تونس، شو ممكن تحكي لنا عن المنتخب التونسي؟ والله نحن متاسفين للخساره ضد استراليا، اما ان شاء الله عنا امل صغير نربحوا ضد فرنسا ان شاء الله. الحلو ان شاء الله مربوحه. طبعا طالب الاجواء هنا اذا اخذنا الصوره بنشوف بالمكان هون كثير يعني مشجعين. مثلا هون من حضرتك من اي بلد؟ انا من اصل من اليمن، بدينا من كندا. نعم، هون اذا شفنا في شخص جاي من اليمن، هو اصلا من اليمن وعايش بكندا ولابس المنتخب الارجنتيني. انت ليش الارجنتين؟ ميسي وينه من الشباب السعوديين عنك ما شافوك. سعود انت صاحبه كمان، بس ان شاء الله باذن الله مع المكسيك باذن الله نعوضها باذن الله. ان شاء الله. نعم طالب، يعني اليوم زرنا صباحا مكان اقامه المنتخب المكسيكي الذي تناول وجبه غداء سعوديه، الجريش والعيش والكبيس كمان اكلوا اليوم الظهر، وكانوا حابين يتعرفوا على الماكولات العربيه خصوصا السعوديه. حضرتك من وين؟ من السعوديه. تعال، حضرتك من السعوديه. يا هلا وسهلا. شو رايك راح يصير بالمنتخب السعودي؟ هل يكون يعني دائماً مقابل المكسيك؟ تفضل. دائما السعودي فوق، انغلب فايز فوق، ما لنا احنا السعوديه، بالنسبه لنا السعودي فوق. طيب انت كيف شجعت المنتخب السعودي؟ شو سويت؟ اعوذ بالله، هستيريا، تعرف هستيريا؟ احنا هستيريا بالنسبه للجمهور، والسعوديه باذن الله فايزه باذن. انت رايح على المباراه؟ بدها والله انك صادق. شو هالسؤال هذا؟ والله نعم، هاي الاجواء اذا ما رحنا احنا على المباراه من يبي يروح؟ نعم طبعا، هاي الاجواء طالب. اذا شفنا بعمق الصوره، اذا امكن ناخذ الصوره بس نبين، هناك جماهير كثيره، يعني هناك شخص يحمل كاميرا يلبس الزي البرازيلي. من وين حضرتك؟ من العراق. من العراق، مثل ما اهلا وسهلا. برضه يعني ما شاء الله كاميرا، ليش مصور؟ رايح هلا رايح هلا بدك تلحق المباراة. ان شاء الله. طبعا المباراة بالاستاد 974. صحيح. معك تكت؟ معي تكت في الشنطة موجودة. لا معي هيك لحظة. على كل حال هذا اللي بصير. الشاب من العراق، لحظة تفضل. شوف جاهز. جاهز. الكل فخور بتذاكره. خلينا نشوف التذكرة. هاي التذكرة بهمش، انه تذكرة البرازيل برضو غالية، مش شغلة سهلة ابدا، فهو كثير فرحان انه معاه تذكرة لحضور المباراة بين البرازيل وسويسرا بعد قليل. طيب. شكرا ونلتقيكم في نشاط. شكرا لك ليث، كذلك يعني نقلت الينا هذه الاجواء. سنكون معك في نشرات لاحقة لمتابعة مجريات هذه المباريات.